وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية تستغرق يومين لتعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف حيال القضايا الإقليمية والدولية. وقال الديوان الأميري إن الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير قطر كان في مقدمة مستقبلي الرئيس السيسي والوفد المرافق له لدى وصولهم إلى مطار حمد الدولي بالدوحة.